الطاجين هو عملية توالد تجمع بين صفات حيوانات أو نباتات من أصناف مختلفة لإنتاج ذرية جديدة تحمل صفات مشتركة من الأصناف الأصلية. في هذا المقطع سنكشف لكم عملية التهجين بالإضافة إلى استعراض بعض الأمثلة البارزة على التهجين في عالم الحيوانات. ليجر، إنه حيوان تم تهجينه بين أسد ذكر وأنثى نمرة. يتميز الليجر بمظهره الفريد الذي يجمع بين صفات الأسد والنمر، حيث يكون جسمه كبيراً وثقيلاً مثل الأسد، ولكن له خطوطاً وتموجات شبيهة بتلك التي تكون لدى النمر. يعتبر الليجر أحد أكبر السلالات من الأسود الكبيرة في العالم، حيث يمكن أن يصل وزنه إلى أكثر من 900 رطل، حوالي 408 كيلوغرامات. ويتمتع بقوة هائلة مثل الأسد مع سرعة ورشاقة تشبه تلك التي تكون لدى النمر. تم تهجين الليجر بشكل طبيعي وبالتزاوج الطبيعي بين الأسد والنمرة في بعض المناطق حيث تعيش هذه الأنواع معا، ومع ذلك يعتبر وجود الليجر نادرا جدا في البرية، وغالبا ما يتم رؤيته في الحدائق الحيوانية أو المحميات الطبيعية. ويعتبر الليجر من الكائنات الفريدة التي تثير اهتمام الناس وتعتبر موضوع للبحث العلمي والفضول الشديد. زيبرا ووني، إنه نتاج للتهجين بين حصان وحمار وحشي. يتميز زيبرا ووني بمظهره الفريد الذي يجمع بين خصائص الحصان والزرد، حيث يمكن أن تظهر بجسمه خطوط مميزة تشبه تلك الخاصة بالزرد مع صفات الحصان في الحجم والتركيب الجسدي. يمتلك الزيبرا ووني صفات وراثية من كل من والديه، مما يجعله مثيرا للاهتمام من الناحية الوراثية والظاهرية. قد يكون الزيبرا ووني قويا ومتينا مثل الحمار الوحشي مع بعض من سرعة وقوة الحصان. يعتبر الزيبرا ووني جزءا من تحديات التهجين الفريدة التي تجمع بين أنواع مختلفة من الحيوانات لإنتاج ذرية جديدة. هو نتاج التهجين بين البقرة والبيسون الثور الأمريكي. يمتلك مظهرا فريدا يجمع بين صفات البقرة والبيسون، حيث يكون جسمه ضخما مثل البقرة مع بعض الخصائص الظاهرية للبيسون مثل الوجه واللون البني المميز. تمت تربية لأغراض مختلفة بما في ذلك لحومها المغذية والمقاومة للعوامل البيئية، وأيضا لخصائصها الوراثية التي تجمع بين قوة البيسون وإنتاجية البقرة. يعتبر جزءا من مجموعة التهجين الفريدة التي تجمع بين أنواع مختلفة من الثدييات لإنتاج ذرية جديدة تجمع بين الصفات المفيدة من كلا النوعين الأصليين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد.